الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسرنا أن يتجدد اللقاء معكم في خامس أيام الشهر الفضيل، بلغنا الله وإياكم فيه المغفرة والرضوان والعتق من النيران. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الجود والإحسان خصلتان تتجليان في شهر رمضان، فنرى كثير من المسلمين يحرص على إخراج زكاته في هذا الشهر حرصا على الفوز بمضاعفة الأجور، وتلمسا لحاجة الفقراء والمساكين الذين أذاقهم الدهر مرارة الحرمان وتمنعهم طبائعهم من السؤال والطلب، فإذا رأيتهم حسبتهم أغنياء من التعفف. فما هي فضائل الصدقة؟ وما هي الآثار المترتبة على المجتمع من انتشار ثقافة الإنفاق بين أفراده؟ هذه الأسئلة وغيرها سنتناولها في حلقتنا من برنامجكم باب الريان مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن حسن المريخي. حياك الله شيخ محمد. الله يحييك، يا مرحبا بك. الله يسلمك. كما نذكر السادة المشاهدين لمن يرغب في التواصل، من كان لديه استفسار أو مداخلة، على هاتف البرنامج 444-441-8-1. شيخنا حسن الله إليك، لا شك أن هناك العديد من الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الإنفاق في سبيل الله. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حقيقة الصدقة، ونحن في شهر رمضان، وشيء مبارك وطيب أن نذكر أنفسنا بها. القرآن حقيقة يعني يمتلئ من الآيات التي تحث على الصدقة، وهذا أخي يعني يلمس فيه الإنسان. أو قبل أن نذكر الآيات، مثلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله تعالى يقول: أنفقوا مما رزقناكم. لم يقل الله تعالى: أنفقوا كلما رزقناكم، مما شيء يشير إلى القلة. وكذلك الله تعالى هناك يعني يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. كذلك نجد مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اجعل بينك وبين النار سترا وحاجزا بالصدقة هذه، ولو كانت الصدقة هذه فقط يعني لا تتعدى شطر التمرة، يعني نص التمرة أو شيء من التمرة. كذلك يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة، وهذه سوف نتعرض لها بتوصيل أوسع يعني. فأقول إن الصدقة يعني من حكمة الله عز وجل، سواء قصدنا بالصدقة الزكاة اللي هي فريضة أو الصدقة النافلة، من حكمة الله عز وجل أن جعل الزكاة مثلا جعلها فريضة ولم يجعلها تطوعا. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، وصلي عليهم. هذه الصدقة أو هذه الزكاة لو أداها الإنسان المسلم كما أمر الله عز وجل لما وجدت فقيرا في المجتمع الإسلامي. ولذلك إذا أنفقت أو أخرجت الزكاة، ويعني الغني يأكل والفقير يأكل، وإن كان هناك شيء نسبة من الفارق بينهما، لكن الكل يأكل. وهذا يا أخي إذا أكل الجميع فإن القلوب، الحسد والأمراض التي في القلوب هذه والضغائن تذهب. لكن البلية عندما تحجب الزكاة ولا تخرج، ثم
يترك الفقير، هذا حق الفقير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فحكمة الشرع أن يكون المجتمع الإسلامي في أمن وأمان، وخاصة في سد الحاجات. نعم. فالأغنياء بأمر الله عز وجل يسد حوائج الفقراء بالزكاة، فيجب عليهم إخراج الزكاة. فعلا هي تلغي الطبقية، أو يعني تخففها. نعم. والكل يعيش كما ذكرت شيخنا، وتسبب الجريمة والسرقات. أكبر ما تسده الزكاة بإذن الله تعالى هذه الأمراض يا أخي التي في القلوب، من الحسد والحقد والضغائن. يعني تجد الفقير، وحن سمعنا أكثر الفقراء يتكلم على الأغنياء، لماذا؟ لأنه لم يصل له شيء. قد يكون الغني صرف زكاته، يعني نحمله على محامل الخير أنه صرف زكاته، لكن هذا محتاج. فتجد بعض الفقراء يتكلموا في حق الأغنياء أنهم لا يؤدوا الزكاة، ولا اعلم أن هؤلاء هذا في أمس الحاجة إلى، يعني أنه محتاج، ولذلك تجد في نفسه الشيء على الأغنياء أو على من لا ينفق أو على من لا يخرج، مع أن الفقير يعلم بأن هذا الغني عنده يعني سعة في نفسه في المال وفي العطاء، لكن يعني لو أنفقت الزكاة أو أخرجت الزكاة لذهب هذا البلاء الذي في القلوب، الحسد وضغائن وأحقاد، حتى العداوات تذهب. الله أكبر. والله حتى، وهذا مجرب ترى، جربناه ورأيناه، تذهب العداوة بإذن الله وتطهر القلوب النفوس، يعني وتطيب النفوس. نعم، تحب من أحسن إليها، ما في شك، لا شك أكيد. حينما تهدي وتتصدق على أخيك وقريبك الفقير، لا شك بأن هذه العداوات ستزول وتنتهي إن شاء الله. شيخنا، الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن بأنه سيخلف للمنفق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نعم. يخلف له في المال، في الصحة، في الأولاد. شوف، هذه وعد الله عز وجل، والحمد لله وعد الله تعالى لا يتأخر ولا يتخلف. يعني وهذه يعني يطمئن الله تعالى عبده الذي قد توسوس له نفسه، وقد يعني يوسوس له الشيطان، وقد يوسوس له الشياطين الإنس والجن، بأن يعني لا تنفق مالك ولا تخرج مالك وتبقى هكذا فقير، أنت وراك أولاد وراك بيت وراك كذا من، والعياذ بالله يقع في الشح وفي الامتناع. لكن الله تعالى بهذه الآية يخلف الله تعالى عليه، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص. ينفي النبي صلى الله عليه وسلم أن المال الذي تستخرج منه الصدقة أنه لا ينقص، إذا يعني لأن النفوس قد توسوس كما قلنا، بأن الآن إذا تصدقت وخرجت منها المال الزكاة، يعني بعض الناس الآن عنده مثلا زكاته كبيرة لأنه عنده أموال كثيرة، مثلا ما هو لازم أموال نقدية يعني، فيجد أن الزكاة كبيرة، فيعني يدخل الشيطان هنا يقول له لا، يعني المال هذا كبير فاستخرج نصه أو استخرج ربعه وأبقي المال لك الثاني، لا، هذا ليس من حقه. الزكاة المال تحسب بطريقة معلومة، تخرج زكاة كاملة. ولذلك هنا النفوس هذه عندما تأتي تتوسوس لأصحابها بهذا الحال، يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة. الصدقة لا تنقص المال، بل يبارك الله تعالى، وهذه مع تتعاضد مع هذه الآية: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الله يخلف عليكم ويبارك لكم في هذه الأموال، يبارك لكم في الأرزاق، يبارك الله تعالى لكم في العطاء في الدنيا، كذلك يبارك الله تعالى لكم، يكتب لكم الأجر والثواب في الآخرة. ثم يعني هذا وعد من الله ووعد من رسوله صلى الله عليه وسلم، والوعد من الرسول وعد من الله، يعني ما نقص مال من صدقة، يعني هذا تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفي أن المال الذي تستخرج من الصدقة والزكاة لا ينقص، بل يزيد ويبارك فيه وينميه الله تعالى، ويبارك الله تعالى في المشاريع التي يشتغلها فيها هذا المال، وهكذا. فهذا وعد من الله عز وجل، أن الله تعالى وعد عبده الذي ينفق في سبيله ابتغاء مرضاته خالصا لوجهه أن الله تعالى يخلف عليه. نعم. يعني حتى في بعض الأحاديث: ما من يعني يوم يصبح وقته أو صباحه إلا ملكان، ملك ينادي: اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. دعوة عليه يعني. فالله تعالى
يبشر عبده الذي ينفق ماله في سبيله أن الله تعالى سيبارك له، وأن المال هذا الذي استخرجه لا يدري، قد يأتي الله تعالى بأضعاف مضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء. نعم، أحسن الله عليك شيخنا. لدينا اتصال الأخ محمد. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، كنت بدي أسأل عن الصدقات. أحيانا بيكون في موقف محدد وأنت تدفع صدقة ما، هل من الممكن بعد ذلك تقول أنه هيدي ممكن تكون زكاة فطر أو زكاة أو صدقة؟ يعني هل النية ممكن تكون لازم تكون سابقة أم ممكن تكون لاحقة؟ واضح سؤالك. طيب، تسمع الإجابة أستاذ محمد. شيخنا أحسن الله إليك، الأخ يسأل ربما أنفق نفقة ثم أراد أن يحسبها مثلا من زكاة ماله أو زكاة فطر. لا، هنا سلمك الله، زكاة الفطر مثلا، هو يقصد زكاة الفطر اللي الآن مثلا في بعض الناس يتصدق في رمضان في الأيام الأولى. بعض الآراء تقول يعني، لكن أعتقد أن الله أعلم أنها آراء ضعيفة، أن ممكن تقدم صدقة الفطر في هذه الأيام مثلا الأيام الأولى من رمضان. لكن الصحيح الذي عليه الأمة والجمهور بأن صدقة الفطر، أولا صدقة الفطر هذه فريضة، يعني يعلم الإنسان أنها الصدقة ذيك التي خرجها نافلة، هذه فريضة يخرجها الإنسان عن نفسه وعن أولاده ومن يعول. فرضها النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ومن شعير إلى آخر الحديث المعروف. ثم هذه تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، وأفضل وقتها هو قبل صلاة العيد، فهذه يعني لا بد لها من النية، هذه الصدقة النافلة خرجها بنية أنها صدقة من الصدقات، هذه يخرجها بنية أنها زكاة مفروضة فريضة تخرج في هذا الوقت. فالأحسن له حتى يعني تبرأ ذمته إن شاء الله أن يخرج صدقة الفطر في وقتها وبمقدارها ويوصلها إلى أهلها ومستحقيها حتى يبرأ يعني. لكن يخرج صدقة الفطر يعتبر على صدقات مضت؟ لا، ايه مثلا خلاص يقول مثلا انا انفقت مثلا 200 ريال بقول هذه خلاص بحسبها من الزكاة مثلا. لا لا، يعني الزكاة يخرجها هو، اذا الزكاة لابد ان يحول عليها الحول، فاذا حال الحول استخرج الانسان زكاته. يعني اذا كان الانسان الان عنده اموال وحال لم يحول عليها الحول، هذه ليست فيها زكاة حتى يحول الحول، فاذا حال الحول استحق الزكاة، استحق خروج الزكاة، تخرج الزكاة الآن. مثلا الناس في رمضان الآن تعودوا من رمضان إلى رمضان يخرج زكاة، يخرج زكاة. يعني معقولة واحد من قبل أن يأتي رمضان، قبل أن يحول الحول يقول أنا خرجت أموال فكأذيك أعتبرها زكاة؟ لا، يعني أنا أرى أن يخرج الزكاة متى ما حال الحول، يستخرج الزكاة الفريضة التي اعتمدها الشرع. نعم، ولا يرتب على أشياء مضت سابقة، يعني ربما تحتاج إلى نية كانت تكون نية سابقة. يعني شوف لا، حتى الشرع وقت يعني الزكاة لها حول، الصلاة لها وقت، إذا دخلت وقت الصلاة جاز يصلي المسلم، إذا حال الحول طلب الشرع من المسلم أن يزكي ماله أو يخرج ماله إذا حال الحول، هو ركن الزكاة الأكبر. نعم، الحول لابد من بلوغ النصاب وحول الحول. نعم، حسنا. نعم، عليك شيخنا. استأذنك شيخنا واستأذنكم أيها المشاهدون الأعزاء في فاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حديثنا حول موضوع الصدقة والإنفاق في سبيل الله. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم أيها المشاهدون الأعزاء، ولا زال حديثنا متواصلا مع فضيلة الشيخ محمد بن حسن المريخي حول موضوع الإنفاق والصدقة. شيخنا، موضوع الإصرار والإعلام بالصدقة، يعني ربما البعض يحاول أن يخفي هذه الصدقة، البعض ربما يعلن بها، هل هناك من حرج على أي من الطرفين؟ ما في حرج، الله تعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. بعض الزكوات أو بعض الصدقات لا بد من إظهارها، مثل الزكاة العامة الفريضة، يعني تعطى لأكثر من واحد، وكما يقول بعضها للعلم يقول إنه فيها اقتداء، إذا أظهرت يعني اقتداء يقتدي به الأغنياء
وأهل الزكوات يقتدون بهذا الذي يخرج الزكاة، ويعني يرون القدوة في إخراج الزكاة، وفي ويجدون التشجيع في سد حاجة المجتمع وحاجة الفقراء والسعي على الفقراء. في فهذه مثل الزكاة الفريضة تحتاج إلى إظهار، مثل كذلك مثل بعض من قال مثل تجهيز الجيش مثل عثمان رضي الله عنه، فهذه يعني تظهر، لا بد أن تظهر. لكن قال الله تعالى يعني وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، هذا شيء طيب. إنسان يعني يريد أن صدقته يعني تكون في السر أقرب للإخلاص، الإخلاص يخاف الرياء، هذه أقرب إلى الله عز وجل، وهذا طيب، هذا مشروع وهذا مشروع، ما في إشكال. لكن صدقة السر حقيقة اللي ورد فيها أنه يعني أفضل أن الإنسان يسر أعماله الصالحة بينه وبين الله تعالى، وهذا منهج السلف الصالح، فيه كانوا يعني يسرون بأعمالهم بينه وبين، يجعلونها بينه وبين الله تعالى. وهذه الصدقة يا أخوي التي يخفيها الإنسان كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول لما أتى الله تعالى على الفقراء بين أو أوعز إلى الإخفاء، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، قال هنا لسترهم ولعدم إحراجهم، ويعني ولعدم فضحهم أمام الناس بأنهم فقراء وأنهم محتاجون. كذلك يعني أنت كما تعلم الفقير يريد العفة، يعني أن يأتيه إنسان يعطيه الصدقة بالستر أفضل له من أن يأتيه إنسان يعلن، مثل الذي يعني يا أيها الذين آمنوا لا تنفقوا أموالكم بالمن والأذى. بعض الناس عندما ينفق ويعطي يقول أنا أعطيت فلان وربيت عيال فلان وأعطيتهم البيت الفلاني وسكنتم، فضيحة فضيحة، لدرجة أن هؤلاء الذين استلوا من عنده يكادون يقولون تعال يا أخي خذ بيتك وهذه أموالك، ونحن نريد الستر ونريد تحت ظل، نعيش تحت ظل رب العالمين، ولا يلجئنا الله تعالى إلى أموالك التي فضحتنا بها. وفي الناس في مجتمع الناس، ويعني أنا سمعت بأذني بعض يقول أنا اللي أعطيتم وأنا اللي سويتم، ولولا أنا لولا إلا ما شفتم بهذا الحال. لا يا أخي، هذا كلام مو صحيح. لولا الله تفضل عليك فجعل لك مصرفا لزكاتك وصدقاتك هؤلاء الفقراء. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فالفقير يحتاج إلى من يستره، يحتاج إلى من يعني، حتى بعض الفقراء لا يقبل أن تفضحه، يمكن كل الفقراء لا يمكن فقير يقبل صدقة بالفضيحة. لكن الله تعالى هنا أمر الفقراء، أمر الأغنياء وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أفضل لكم ولهم، تسترون إخوانكم المسلمين الضعفاء الذين يحتاجون إلى الستر. فالمسألة يعني الشقان كلهم مشروع، نعم، لكن كل في مكانه يعني، نعم، لها هذه لها موطن وهذه، نعم، لها موطن. شيخنا في سؤال يتردد كثيرا عند الأخوة، يعني كيف أعرف أن هذا الشخص مثلا يستحق للزكاة أو أنه مستحق للصدقة فأعطيه، أو من أعطي زكاة مالي؟ بعض الشباب إذا بعض الإخوان هداهم الله يجزيهم خير ويبارك لنا ولهم، يقول أقول له يعني إذا تنفق، قال ما في فقراء مثلا عندنا هنا. قلت له مين قال لك ما في فقراء؟ من قال لك؟ ما في بلد يخلو من الفقير، هذه خلقة رب العالمين، خلق الله تعالى الفقير والغني والكبير والصغير والرجل والمرأة والقوي والضعيف. فيعني الفقير يا أخي يعني أنت يعني مثل أنا أقول يعني لنفسي بالنسبة لصدقة الفطر، يعني صدقة الفطر أنا شخصيا أبحث عن الفقير من الآن أحدد فقير، لأني حقيقة يعني أنصح نفسي وإخواني، يعني نريد الفوز إن شاء الله ونريد الرفع عند الله عز وجل، فأسعى لاستخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، يعني أخرج صدقة الفطر أخرجها وأذهب إلى المصلى، وهذه طبعا الوقت الفاضل، الوقت المفضول هو قبل العيد بيوم أو يومين. والبعض يقع في إذا كنا يعني إذا الله بلغنا وياكم خير
وصلنا ان نتكلم عن صدقة الفطر، بعض الناس يقول احنا اديناها وافتكينا منها وارتحنا منها، كأنه يمن على الله عز وجل. لا، تقول اديت والحمد لله واسأل الله القبول، وتنكسر بين يدي رب العالمين، تدعو الله تعالى ان يقبل منك. فسؤالك انه الجواب على سؤالك ان الانسان يبحث عن فقير، والفقير يا اخي لو سألت، حتى تسأل اقربائك ارحامك من الرجال من النساء، بيت فلان اضعاف ولا يحتاجون، يعني يمكن النساء يعرفون يعرفنا بعضهن البعض، البيت الفلانيين يعني هم المرأة راحت وشافت انهم في امس الحاجة الى مساعدة. قد انت تكون انت صاحب الزكاة لا تعرفهم، لكن يأتيك من يعرفك بالفقير، اقصد يعني يأتيك يعني من يعرفك بالفقير، لكن تحتاج انت الى ان ايضا تبحث عن الفقير. الواحد يجتهد يعني ما هو مثل بعض اهلنا، اهلنا هنا مثلا في صدقة الفطر عندما تأتي البيت انت عندك المخزن مليان اكياس الرز والسكر والخيرات ما شاء الله الى السقف، ثم يأتيك ابن عمك يرسل لك صدقة الفطر. صحيح. وانت تعيده له ترسله وتردها له، يعني هاي لم تبرأ الذمة. هنا ما برأت ذمة بعض الناس، الذي يفعل هذه ما برأت الذمة. صدقة الفطر يعني طهرة للصائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم وطعمة للمساكين، طعمة للمساكين. كيف انت تعطيني انا اخوي يعطيني وهو انا رد عليه، يعني انا شبعان وانت شبعان، احنا صوام الان الحمد لله شبعانين، لكن على الانسان يا هذه فريضة. ثم الشرع لم يشرعها إلا لحكمة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم القصد منها تطهير صيامك وتطعم المساكين، طهرة للصائم وطعمة للمساكين، يعني في مساكين فعلا حتى الآن تجد بعض المساكين والله ما يجدون الآن يفطرون عليه، ما يجدون ما يفطرون عليه الآن بعد قليل. فهناك فقراء، الإنسان يبحث عن الفقراء ويسأل عن الفقراء ويجد، والأعمال بالنيات، الله تعالى يوفق من يعني الذي يريد وجه الله عز وجل الله تعالى يبلغه ويوصله ما دام يريد المسألة لله ونيته طيبة لله عز وجل. نعم. صلى الله عليك شيخنا. شيخنا معنا فضيلة الشيخ بدر الدين عثمان عبر الهاتف، حياك الله شيخ بدر الدين، السلام عليكم. حياك وبياك يا دكتور، وحييك وحي المشاهدين الكرام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا في هذه الأيام الطيبة المباركة. اللهم آمين، اللهم آمين. شيخنا اليوم حديثنا حول مفهوم الصدقة وفضل الإنفاق في سبيل الله، لا سيما ونحن في هذا الشهر الفضيل، شهر الجود والإحسان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تعلم هنالك ارتباط وثيق في القرآن الكريم بين الزكاة والصلاة، وهذا إن دل إنما يدل على أن أمر الزكاة أمر عظيم، وكذلك هذه الصدقات. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والبحر ساحله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لأه نعم صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. أعطى عربيا غنما بين جبلين، فذهب العربي وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، عطاء من لا يخشى الفقر، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالمال مال الله ونحن مستخلفون في هذا المال، فينبغي لنا أن نعطي الفقراء المساكين المحتاجين الساعي على الأرملة والمسكين. قال صلى الله عليه وسلم أحسبه قال كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر، من منا يستطيع أن يصوم فلا يفطر وأن يقوم فلا يفطر؟ لا أحد، لكن الذي يقوم على الأرملة والمسكين هذا جزاؤه وهذا ثوابه، وهذا إن دل إنما يدل على عظم الثواب، ثواب الصدقة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا،
إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. بعض السلف قال إن الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق، وإن الصوم يوصل صاحبه إلى باب الملك لم يدخل بعد، وإن الصدقة لتأخذ بيده فتدخله على ملك الملوك. فينبغي لنا أن نخرج هذه الصدقات طيبة بها نفوسنا لهؤلاء المساكين، وما أكثر المساكين والمحتاجين في هذه الأيام وفي هذه الأزمان. فينبغي لنا أن نكفيهم حاجة السؤال، أن نعطيهم قبل أن يسألوا، لأننا نحن نحتاج الصدقة. قال بعض السلف إذا كان الإنسان ينظر أن المحتاج أحوج إلى ثواب الصدقة منه فقد أبطل صدقته وخاب ظنه بالله تبارك وتعالى. فيا ابن آدم كما جاء في الحديث ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فينبغي لنا أن نعطي هذه الصدقات كما قلت طيبة بها نفوسنا إرضاء لربنا تبارك وتعالى. أقول في الختام ما قدر كفرة تعطيها، أما عرفت أن الله يربيها؟ إن اللقمة إذا أكلت صارت أذى في الحش، وإذا تصدق بها صارت مدايح عند ذي العرش. فأطعموا المسكين وأنفقوا في سبيل الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم توفيقا وسدادا، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم أمين. أحسن الله إليك فضل الشيخ بدر الدين عثمان على هذه الكلمات التي تلامس شغاف القلوب. وأعود مرة أخرى إلى شيخنا الشيخ محمد. شيخنا أحسن الله إليك، يعني الشيخ ذكر كثير من النقاط. إذا أردنا أن نتكلم عن حديث هو فعلا يعني استحق أن نقف مع قضية الساعي على الأرملة والمسكين، هنا يعني تلمس أمثال هؤلاء الأرامل اليتامى، هذا يعني الذي ينبغي لصاحب الزكاة ولصاحب الصدقة، يعني هذا اللي كنا نتكلم قبل قليل فيه، أن الإنسان يبحث عن الفقير المحتاج. يعني لماذا مثلا؟ لأن الآن عندنا مثلا موجود في المجتمع وعند بعض الناس بأنه يقول يعني هو يأخذ يعني الزكاة، يأخذ الزكاة ويرميها. يعني أنا لا أخفي عليك، في يوم من الأيام يعني من أرسل إلى أمي رحمة الله عليها أرسل إليها زكاة، والله قلت لأمي أن أنت لا تستحقين الزكاة، يعني كيف تقبلين الزكاة؟ فهي رحمة الله عليها يعني لأمية تقول أنا فقيرة ويتيمة، ورحمة الله عليها أمي توفت عمرها 80 سنة تقول أنا يتيمة لا يتمى بعد البلوغ يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن بعض الناس يأخذ يا أخي يأخذ الزكاة ويرميها، يعني يقول تعال خلاص خذ يلا وزع الزكاة وريحني منها، يعطي المستحق وغير المستحق، فخطأ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي الأرملة يعني هو هذا الذي يهمل في الزكاة، أولا لم تبرأ ذمته، ثانيا أنه لم يوصل الزكاة إلى مستحقيها. يعني الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الأصناف الثمانية هؤلاء أهل الزكاة. فصاحب الزكاة يعني هذه نصيحة لنفسي ولإخواني، وخاصة اللي عنده زكاة، يبحث يا أخي عن أهل الزكاة، أوصل الزكاة إلى مستحقيها. ما شرعت الزكاة عبثا، شرعت الزكاة لغاية عظيمة جدا كما ذكرنا قبل قليل، تسد بلوى في المجتمع، هذه الأضغان وهذه الأحقاد والحسد والعداوات وما في القلوب، تسد هذه الزكاة وهذه الصدقة وهذه الصدقات. لذلك ينبغي على صاحب الزكاة أن يبحث عن الفقير
ويخص مثلا مثل هذه الأرملة المحتاجة اللي عندها أولاد واليتيم، هؤلاء كلهم يحتاجون إلى زكاة. فيعني وهذا يدخل من ضمن اللي ذكرناه نحن الاهتمام بالفقير والبحث عن الفقير. نعم لابد، يعني أنا أوصي إخواني لأني أرى هذا، بعض الناس يا أخي يأخذ الزكاة ويرميها، يأخذ الزكاة ويقول مثلا اللي خادم عنده خذ هذه الزكاة ووزعها وريحني منها، أو روح وزعها وخلاص ولا يسأل عنها. لا، يعني ينبغي يسلمك الله أن من صاحب هذا الذي هذه الزكاة يخرجها ابتغاء مرضات الله مخلصا لله عز وجل، ويحرص على أن يوصل هذه الزكاة إلى أهلها. نعم، وحتى لو كان أخراجها في الخارج شيخنا مثلا، الخارج النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، قال البعض أنه لا، يعني تؤخذ من أغنياء البلد وترد على فقراء البلد، والبعض توسع قال يعني ينظر أولا يعطى لفقراء البلد، فإذا سدت حوائج فقراء البلد نقل إلى الخارج. نعم. أو نقلت الزكاة إلى الخارج. نعم هكذا يعني. نعم أحسن الله عليك شيخنا. قضية أن يتخير الإنسان النفيس من ماله وأن يخرج، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم، لأن أولا لأن الإنفاق لله عز وجل، يعني الإنسان ينفق ابتغاء مرضات الله، يعني أنت تصلي ليرضى الله عنك، وتعبد الله تعالى ليرضى الله عنك، وتتصدق ليرضى الله عنك، وتقدم الزكاة هذه لأن الله أنت عبد لله وهو سيدك سبحانه وتعالى، إنما السيد الله يقول عليه الصلاة والسلام، فهو سبحانه وتعالى يقول لك يا عبدي هذا مالي وأنفق من مال الله الذي آتاكم وجعلكم مستخلفين فيه. فالمال مال الله عز وجل، أنت تنفقه لكي ترضي ربك عز وجل، فليس من المقبول أن تبحث عن شيء رديء أنت تتنزه عن أكله، أو أنت لا تحرص على أن تأكلها أو أن تستخدمها أو أنت حتى ولا ترضى أن تعطيه لأبنائك، ثم تقول لأهل البيت تقول خذوه اذهبوا به إلى الفقراء. لا، هذا ما حتى ما في أجر لك، الأجر فيه الرفعة فيه أن تعطي شيء أنت محتاجه، يعني أنت تأكل ترضى تريد تحبه لنفسك تحبه لأولادك. لن تنالوا البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تنفق من شيء أنت تحبه غالي عندك وعزيز، لكن يهون عليك لأنك تبغي وجه الله، يهون عليك لأنك تبتغي مرضات الله عز وجل، فأنفقت الغالي والنفيس ابتغاء مرضات الله حتى يرضى الله عنك. أما تنفق شيء أنت في غنى مستغن عنه، هذا يعني مثل الذي عنده تمر إخلاص مثل ما نقول اليوم تمر الزين، وعنده تمر متواضع فيقول خذ خلوا هذا، لا أنفق من هذا، إذا أردت المرضات عند الله عز وجل أنفق من هذا الذي تحبه أنت تأكله ويأكله أولادك وتأكله لأهل بيتك، أنفق منه وانظر إلى رفعة ربك عز وجل لك في الدنيا قبل الآخرة. والله ما أخلص أحد لله عز وجل إلا أعطاه الله تعالى الدنيا قبل الآخرة، أعطاه الدنيا فضلا عن الآخرة. انظر إلى السلف الصالح وإلى الصحابة وقبلهم النبي صلى الأنبياء والرسل والنبي صلى الله عليه وسلم، أخلصوا لله تعالى فرفعهم الله مكانا عليا، وأعطاهم الدنيا وأعطاهم أحسن من الدنيا، أعطاهم الآخرة والمنازل. فالذي يريد أن يعني يرقى عند الله عز وجل لا يرقى عند الناس، يريد أن يرتقي عند الله عز وجل ينفق مما يحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أحسن الله عليك شيخنا، أستأذنك الله يحفظك كما أستأذن المشاهدين الأعزاء في فاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حديثنا حول موضوع الصدقة والإنفاق في سبيل الله. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى فقرة التغريدات والنظر في بعض التغريدات التي نرى بأنها مناسبة لأن نطرحها عليكم ونناقشها مع شيخنا الشيخ محمد. هنا تغريدة اختارها لنا الأخوة في فريق الإعداد للدكتور محمد بن راشد المري، تقول التغريدة: الفتور
أمر طبيعي في حياة المسلم، ولكن احرص على ألا يكون فتورك في وقت الغنائم وفي أزمنة السباق. الفتور أمر طبيعي في حياة المسلم، ولكن احرص على ألا يكون فتورك في وقت الغنائم وفي أزمنة السباق. تذكر أن رمضان أياما معدودات. ما رأيك شيخنا؟ والله أنا طبعا أبو راشد أخونا الغالي والعزيز، وهو رجل موفق جدا في تغريداته، وحسب الله وحسيبه أنه من المخلصين. فهذه التغريدة فعلا يعني الإنسان طبيعي يفتر، يصيب الفتور، يضعف في لحظة من اللحظات، لكن على الإنسان أن يبذل نفسه، وعلى المسلم أن يبذل نفسه ويجتهد ويحاول أن يتجاوز مرحلة الفتور أو وقت الفتور، وليحذر من أن يكون فتوره في وقت يسارع فيه الناس إلى الغنائم وإلى حصد المحصول وإلى الدرجات وإلى يعني مثل البعض. مثلا أذكر يعني عندنا احنا اشوفهم كثير من الشباب مثلا اذا دخلت العشر الاواخر، العشر الاواخر لا يخفى حالها ومقامها على مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحروا ليلة القدر، مثلا حديث تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان. وهنا قال مثلا من قام ليلة القدر قام، يعني الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يقول يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى كان مشكلة، من تراها أنت ولا أراها أنا، أو أراها أنت وأنت ما أو أنت من تراها، لكن قال من فضل الله من قام، كل الناس تقوم الحمد لله رجالا ونساء في المساجد وفي البيوت قبل هذه الحال. يعني فيأتي البعض على حديث صحيح ثابت أن ليلة القدر في السابع والعشرين، ليلة 27 فيجتهد، قبلها فاتر، بعدها يصيب فتور إلى ليلة العيد. هذا الذي يعني يذكر به أخونا محمد بن راشد دكتور الله يجزيه خير، يعني الإنسان لا يا أخي العشر الأواخر لا تفتر فيها، ولا تسمح لنفسك أن تفتر، ولا تسمح لنفسك أن تتأخر، بل هنا يبذل الإنسان نفسه، يقوم الليل يصلي ويعبد الله تعالى ويجتهد بالدعاء والصدقة والإحسان والأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى يكون مع هذا وقت الفوز. ما ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ماذا تقول؟ تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين من رمضان بين النوم والصلاة، فإذا دخلت العشر طوى فراشه وأيقظ أهله وشد مئزره. العشر الأواخر يعاملها النبي صلى الله عليه وسلم معاملة ثانية غير العشرين. فالفتور لا ينبغي أن يكون في أزمنة جمع الغنائم كما في هذه الأيام المعدودات. طبعا نعم، وفعلا رمضان أيام معدودات، يعني أنا أقول لك الآن قبل البرنامج الوقت يجري بسرعة، تحس أن الوقت يجري، يعني ننتهي من البرنامج الآن بعد قليل، فإذا احنا رجعنا بشوية رجعنا البرنامج، فإذا أنت في ليلة العيد، فإذا برمضان يودع. يعني ما كم من إنسان يا أخي كان بالرمضان الفائت كان معانا يصلي، اليوم هو في القبر، كثير جدا بين أيدينا. يعني ابن واحد من إخواننا رحمة الله عليه توفى قبل أيام، من أبناء عمومتكم حتى، في فراشه يا أخي نام فما استيقظ. وهكذا فالإنسان يتدارك العمر ويتدارك الوقت، ولا يعطي نفسه التأخر. نعم. الأجل يطوي وجاي، يعني ما هو موقف ينتظرك الأجل. نعم، حسن الله عليك شيخنا. شيخنا معنا على الهاتف الشيخ عايش القحطاني، حياك الله شيخ عايش. حياك الله شيخ يحيى، يا هلا ويا مرحبا، وحيا الله اخونا الدكتور محمد حسن المريخي. الله حياك الله يبارك فيك، مرحبا شيخ عايش، وتقبل الله منكم صالح الاعمال، وجزاكم الله خير على جهودكم اللي نتابعها كل يوم في قرغيزيا عبر سفاري الخير، صراحه جهود مشكوره شيخ عايش. ولا شك انت شيخنا لك مساهمه كبيره في جانب العمل الخيري، ف لو حدثنا عن بعض مشاهداتك وتحث أخوانك على الصدقة والإنفاق في سبيل الله. الله يجزيكم خير. طبعا الصدقة هي أفضل الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أحب الناس إلى الله قال أنفعهم للناس، ولما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة
أو تقضي عنه دينا أو تسد عنه جوعا. وأكد قال ولا أن أمشي في حاجة لأخي المسلم أقضيها خير لي من اعتكافي في مسجدي هذا شهرا في رواية. وأكد على عمل الخير هذا في نهاية الحديث قال ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. الأجور عظيمة. وطبعا احنا نقول ليس من سمع كمن رأى. المشاهدة لما تكون في أرض الميدان في أرض الحدث عند الفقير مؤثرة جدا ومختلفة. فاللي يتصدق اللي ينفق هو الأفضل كما جاء عند عمر عندما قال إن الأعمال لا تتباهى فتجبها إيش الصدقة. ليش؟ يأتي المصلي بصلاة يدخل من باب الصلاة، المجاهد من باب الجهاد، المفطر الصائم يدخل من باب الريان، يأتي المتصدق يدخل مع هؤلاء جميعا لأن قدم في كل هذه الأبواب. فالصدقة أجرها عظيم ما نقدر نحصيه. نعم. فالإنسان عليه المبادرة في هذا الجانب. نعم. لو حدثنا في عجالة شيخ عن بعض مشاهداتك في قرغيزيا. والله المشاهد مؤلمة جدا. لما طبعا قرغيزيا الثلوج هناك شيء الإنسان ما يقدر يتحمله والصقيع. احنا كنا نلبس ثياب فوق ثياب فوق ثياب وبعد نتألم من البرد وننتفض. ها بالك لما تدخل عند أناس ما في شيء، الأرض ما عليها شيء إلا حصير، يمكن ما يجد ما يلبسه ما يجد ما يستره وانت قاعد تقدم له. فأشياء مبكية مؤثرة، والمؤثر أكثر لما تدخل عند حد عنده يقين على رب العالمين فيقول الله اللي جابكم لنا مش أنتو، لأن أنا أسأل الله دائما أن يغنيني عن سؤال الناس، فالله يكرمه أنه يسخرك له وتروح له لين مكانه وتعطيه هذه الصدقة. وهذا ليس تفضلا منا. احنا دائما نقول ونذكر اخواننا لما الخليفة سليمان بن عبد الملك سأل العالم الرباني أبا حازم ما أقرب الدعاء وأسرعه إلى الله، ايش قال له؟ قال دعوة المحسن إليه للمحسن لأنها تخرج من قلب صادق طاهر نقي. فالمشاهدات والله أخوي يحيى مبكية جدا اللي شفناها، حتى في أشياء احنا ما نقدر حتى نصورها. لما تجد الناس كلها قاعدة تبكي يعني صعبة مؤثرة جدا جدا. وبتشوفون في الحلقات بعض المشاهد المبكية جدا، يعني اللي الواحد ما يقدر يتحمل من شدة حاجة الفقير المسكين ذا، وأنت تجي تفرج كربته وتعينه وتغير حياته إلى الأفضل، وهذا ما يريده الله سبحانه وتعالى. نعم نعم أثابك الله في الحقيقة فعلا جهود جبارة. يعني أسأل الله أن يكتب أجركم وأن يوفق الجميع لخدمة هؤلاء الضعفاء والمساكين. جزاك الله خير شيخ عايش وأسأل الله أن يكتب أجرك شيخنا. والوقت حقيقة بدأ يداهمنا. أنا ودي أختم شيخنا بنذكر بعض الأمثلة والنماذج في تاريخنا الإسلامي. يعني أنا جاء في بالي عثمان يعني رضي الله عنه اللي أوقافه إلى الآن شيخنا موجودة. أنا أبغي أذكر شيء في الصدقة. تفضل شيخنا. وهي أن الصدقة يكون الإنسان يوم القيامة في ظل صدقته. يوم القيامة في المحشر يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فتكون على قدر ميل. هل هو ميل الميل الذي تكحل به العين أم الميل المسافة؟ هذا شك الراوي. المهم أو تعريف الميل يعني ما المقصود بالميل. فيزداد الحر ويذهب الناس في عرقهم، من الناس من يبلغ به العرق إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه يعني خصره ومنهم إلى شحمة أذنيه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يقول عليه الصلاة والسلام، يغطيه العرق يعني يغرق في عرقه، كل على قدر عمله. تصور هذا موقف. طبعا هذا موقف شديد، حر والزحام والبشر كلها تنتظر مجيء الرب سبحانه وتعالى للحساب. هنا يتحرك الناس يذهبون إلى الأنبياء والرسل، وكل الأنبياء والرسل يتبرؤون منها حتى يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، ويذهب إلى يخر تحت العرش ساجدا لله تعالى ويناديه ربه ويناديه. الحديث المشهور المعروف. الشاهد أن في هذه اللحظة تكون الصدقات بإذن الله ظلالا على أصحابها. يعني في الحديث الصحيح يقول أن المسلم أو المرء في ظل صدقته يوم القيامة. وفي حديث رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ضعفه بعض العلماء، ولكن شيخ الإسلام يقول شواهد الصحة تدل عليه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال الصالحة كلها
أختصر لك بسرعة، حتى قال: ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشررها، يتقيها يبعدها عنه، فجاءته صدقته فكانت سترا بينه وبين النار وظلا على رأسه. فالشاهد أن الصدقة هذه تأتي يوم القيامة ظلالا لصاحبها. هذه الصدقة، الصدقة أي صدقة؟ الصدقة التي أنفقت لوجه الله، خالصة لوجه الله. هذا يعطينا يا أخي مفهوم الصدقة أو أهمية الصدقة. الصدقة ليست كما ذكرنا بعض الناس الذي يهمل في إنفاق الزكاة ولا يهتم بإيصالها إلى أصحابها. الصدقة هذه والزكاة تأتي يوم القيامة تظلل صاحبها. إذا أنفقت خالصة لله، إذا أنفقت ابتغاء مرضات الله، إذا أنفقت امتثالا لأمر الله، وأعطيت لأهلها اللي حددهم الله عز وجل الأصناف الثمانية. فهذه نقطة أحببت أن أشير لها على أن هذه الصدقة، هذه أهمية الصدقة، وهذا فضل الصدقة، وهذا جزاء الصدقة، أن تأتيك يوم القيامة تظللك في أي وقت، في وقت الله تعالى قال: يوم لا ظل إلا ظله، ما في ظلال إلا ظل عرش الرحمن، وظل عرش الرحمن لا يستظل به إلا من رضي الله عنه. المجرمون والمنافقون والكافرون هؤلاء لا يستظلون بظل عرش الرحمن، يستظل بظل عرش الرحمن من رضي الله عنه، من أنفق لله، من أعطى لله، من صلى لله، من وحد الله تعالى، من جاءه بالتوحيد، من جاءه بلا إله إلا الله خالصا لوجه الله، وأدى شروطها وابتعد عن منفياتها وعن عوارضها وما يعارضها، هؤلاء يستظل يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك حتى يقول: ورجل أنفق حتى يقول حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. الله أكبر. من حرصه وصدقة السر، حريص لدرجة أن اليد الثانية ما تدري. وهؤلاء الأصناف السبعة اللي حددهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نماذج، وإلا هناك يعني نماذج أخرى، وهناك عينات أخرى يستظلون تحت ظل عرش الرحمن. نعم، حسن الله عليك شيخنا، الوقت داهمنا، ولكن كان ودنا نتحدث معك قليلا حول بعض النماذج من سلفنا الصالح ممن كانت لهم سابقة في الإنفاق. أسأل الله أن يكتب أجرك شيخنا ويجعل يعني ذكرت في الوقت الآن. أي والله شيخنا الله يحسن إليك، لكن لعل إن شاء الله نكون في حلقات أخرى إن شاء الله. كما الشكر موصول لكم أيها المتابعون الكرام على حسن المتابعة، على أمل أن نلتقي بكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.